amin. Walan yatika rasulillahi jaahu kareem. Idha al-kareem tajalla bismi mutaqim. Fa inna min juddika dunya wa darrata. Wa min ulumika ilman lawi wal qalam. Ya nafsu la taqnatin min zallatil azima. إن الكبائر في القفران كاللمم يا نفس لا تقنطي من زلة العزم إن الكبائر في القفران كاللمم يا نفس لا تقنطي من زلة العزم إن الكبائر في القفران كاللمم لعل رابة ربي حين يقسمها تأتينا على غسل قسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعقسين لديك وجه الإساء من غير منحرم ولتقن عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الاهوال وزل سوء الصلاه منك دائمه على النبي بمن اهل ومنصرم ما رنغت كذبات البحر وسبات واترب الانس غديس به نظم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والال والسابع ثم التابعين فهم على التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من غاظم القسم وهذه بردة المختار قد أتمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها كانت 60 مامغة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم أمر على الديار من ديار ليلى وقد بلو زل جدار وزل جدار فالعسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين الذات والله قادر وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذا كملك الله يباه بدرهم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذا كملك الله يباه بدرهم لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجلى لي المحبوب حقا وقال لي تجلى لي المحبوب حقا وقال لي أبرهام عبد الله ونور الخضرة بدا لي محيا هباني وسال ومن على السر المستار فأكثر صمتا لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله 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 أنا يوجبني إن لم أكن من يكن وما رأيت سوى فقلت أنا لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا منتصرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا إلى الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الحواتيم ويستسقى القمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يرحمنا الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال جل من قائل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون عباد الله موضوعنا معكم هو موضوع الوقت الوقت فالوقت إن لم تقطعه قطعك فالإسلام يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن ويؤكد الحكمة الغالية الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وكان من دلائل الإيمان وأمارات التقى أن يئي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها عباد الله ليس من الحكمة للمسلم أن يفسد وقته في الكذب والنميمة والحسد ورؤية الفضل على الغير والرضا بالحياة الدنيا يقول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم ألا ترى أيها المسلم أن الإسلام وزع عباداته الكبرى على أجزاء اليوم وفصول العام فالصلوات الخمس تكنف اليوم كله وأوقاتها تطرد مع سيره فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزهرون عباد الله فالليل يحلف النهار ويحلفه النهار مع حركات الأفلاك الدائرة السائرة ورب العالمين لم يخلق ذلك عبثا
وقبح للناس أن يظنوا مهياهم في هذا الوجود سدى. إن الميدان أيها الإخوة الذي أعد السباق الطويل، السباق الذي يفوز فيه المجتهد للكسلان. أيها المسلمون والمسلمات، ومن المؤسف أن العوامة لا يبالون بإضاءة أوقاتهم سدى، ويضمون إلى هذه الجريمة السطوى على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب، وأنهم ليكتهمون على رجال الأعمال حلواتهم الجادة، وعلى الأئمة يشغلونهم بالشؤون التافهة. ومن استغلال الإسلام للوقت بأفضل الوسائل حثه على مداومة العمل وإن كانت قليلة، وكراهية الكثير المنقطع، وذلك أن استدامة العمل القليل مع اضطراد الزمن وسيره الموصول يجعل من التافه الصغير الدعيل زينة الجبال، من حيث لا يشعر المرء. أما أن تهيج الإنسان رغبة سريعة فتدفعه إلى الإكثار والإسراف، ثم تقلب عليه السآمة فينقطع، فهذا ما يكرهه الإسلام إلا إذا كان ذلك من ضرورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه واستعينوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، mun yi godiya zuwa ga mahaliccin sarki, sarki mai duka, mai komai mai duka. Mun yi jinjina zuwa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, fiyayyen halittu baki daya wanda duk wani kulli da sunansa takan kwance. Duk wani damuwa kuma idan an ambace shi, an yi imani da shi, yakan yaye. Sa'ilin nan kuma akan samu biyan bukata da binsa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Indeed, whatever grief you are confronted with, or whatever ambition you want to achieve in life, whenever you sense of tension upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that objective will be achieved because of the immense honor Allah has honored him with. Akan samu kyakkyawan karshe kuma da shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And if you want the best of demise in this world, that act, the same salutation of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will achieve that objective. Shi wannan annabi guda guda shine wanda in fari ya tsaya yayi tsanani, fari yakan yaye saboda albarkacinsa. Indeed, when there is drought and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam salutation
Allah can make that drought cease for rainfall. Mui jinjina kuma zuwa ga sahabbansa da iyalan gidansa baki daya. He also sends salutation upon his household and his companions. Ya mubayin Allah, zancin mu ya tsaya ne akan lokaci. O servant of Allah, our topic for this course today is on the value of time. Lokaci wanda ya zama muna wasa da shi kwarai da gaske. And of this, most of us trivialize the value of time. Mun dubi Ubangiji madaukakin sarki, za mu same shi yana karfafa muna, yana kuma jawo hankalinmu game da lokaci. If you observe, our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, he always draws our attention to the value of time. Halittu da Allah ya yi mana yayi su ne akan lokaci domin mu dau izina akai. Indeed, put together all the creation of Allah were having an appointed time of creation and demands, which shows us the value of time. Saboda haka zamu ga addinin nan namu na musulunci yana nuna mana muhimmancin lokaci. And that Islam teaches us to value time in our lives. Yana gwada mana kuma hadarin da ke ciki idan an saba wa lokaci. It also shows us how it will affect us when we trivialize the value of time in our lives. Saboda haka zamu ga akwai hikima da aka tabbatar cewa shi lokaci, duk lokacin da shi lokaci kamar takobi yake, lokaci kamar takobi yake, kamar sword yake, in baka yanke shi ba ya yanke ka. Ma'ana idan baka tafiyar da ayyukanka a cikin lokaci ba, to lokaci zai janye kai koma da kai baya. Indeed, there is an adage in Arabic language which shows us the value of time. It tells us that time is like a sword. If you do not master handling the sword, it either causes a wound on yourself or it will be of a beneficial use to you. Saboda haka ya musulmi bai kamata mu dunga wasa da lokaci ba, mu bata lokatayyanmu a cikin ayyuka wanda bai amfana mu. Indeed, as believers, we should be aware that time is of essence. Let's not waste our time on things which are not of any value to us and to our lives as Muslims. Ya kamata musulmi ya kula da lokacinsa da ke gabansa, kai ya ɓarnatar da shi akan ƙarya, akan annabimanci, akan zama a bez wanda yake bai kulla mishi komai. Let every Muslim be aware and value the time remains in his life. He shouldn't get himself involved in gossiping or in conjecture about others or spying on them or in any bad act which will make his life useless. Saboda haka zamu ga Ubangiji yana cewa kaga waɗannan da ba sa ƙaunar mu, ba sa ƙaunar haɗuwa da mu, suka yadda da rayuwar duniya, suka kwantar da hankali, suka sake jiki a kai, su ne kuma waɗanda suke sun rafkana gabarin wato ayoyinmu, sun rafkana, sun ɓata lokacinsu gabarin fahimtar abinda mu su Allah muke gaya musu. Indeed, the Quran admonishes believers that, oh, have you seen those who
truly realize the value of time and they get themselves engaged on those things which will not add any good to their lives. They are those who have taken the worldly life as something which is permanent. Allah ya ce waɗannan makoman su shine wuta. Indeed, their abode is the hellfire on the day of judgment. Saboda abin da suka tsura suka yi makansu. Because of the act of wasting time. Idan mun lura da ibadu da muke yi. If we observe the worship of Allah, manya-manyan ibadu da muke yi. All the significant worships in Islam. Za mu ga Allah ya rarraba su akan lokaci. All have appointed time for them to be embarked upon by a Muslim. Allah be haka domin wasa ba. Allah did not have this for us just for being sick. Allah ya mana haka ne domin mu yi koyi mu kuma. Allah wants us to learn upon them. Ayyukan mu na duniya mu tafiyar da su akan lokaci. And everything in our life should be of the value of time. Za mu ga Allah yana gaya mana ina cewa sarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kuka maraita sarki ya tabbata ga Allah a lokacin da kuka waye gari kun ga nan Allah ya ambata mana maraita marance waye wangari yana zuwa in ya tafi marance kuma yazo marance in ya zo ya tafi waye wangari yazo to waɗannan duka ishara ne Allah ke muna mu kula da lokaci mu tafiyar da ayyukan mu akan lokaci. Allah admonishes us in the Quran by saying, glorification goes to Allah in the times of the evening and again during the mornings. Yana da ban takeici kwarai. Mutane ba su kulawa da lokaci. Indeed, it's rather unfortunate that as Muslims we do not value the essence of time. Wannan babban laifi ne. And it is one of the grievous sins as a Muslim. Za ka iya gane laifi ne idan ka saba ma salloli da Allah ya tsara maka sallan safi sallan azafar ka zo ka duki azafar ka gama da safi ka duki azafar ka gama da al'asar ko kuma akasin haka kaga ana cewa kai tarukus salati tarukus salati kuma in ka dubi hadisin annabi yaqi yaqiya sam baya so in ka duba ma zaka ga akwai narko sosai ga mai yin haka nan wannan duka domin mu kula da lokaci. Indeed, there's a lesson that you can pick from the time stipulated for salah. You see that we have different times for different salah. And whenever you are not mindful of the time, when the time elapses and you are to join all this salah together, from the morning salah to the evening salah, you will see that it will be a burden on the one who performs this salah when it's to perform them all together at one. This shows you how time is of essence in our lives as Muslims. Saboda haka zamu lura zamu ga shi a tun annabi na gaya mana mu zamo masu dawwama akan aikin da yake zai dau mana samun albashi akai zai dawwama komin kankantarsa ya fika je ka nemi aikin da za a biya ka yanzu a baka shi daya ya kare amma kaga wancan aiki da ka kama kudin sa kankani ne amma yana tafiyar da kai a hankali shi wannan kuma da ka sa kudi akai da an biya ka nan take ya kare to ka gani manzon Allah yana kwadaita maka wancan aiki yana kwadaita ma da ka kama wancan aiki maimakon wannan aiki da zaka yi shi gaba daya domin wancan aiki zaka samu lokacinka ya zamo kana raya shi yau ka tafi gobe ka tafi kana raya lokaci to amma wannan da zaka yi rana daya kum ya kare ka saura kana ta kuwa ai ba kudi to annabi ya mulawa magana irin haka mu kula da wancan aiki madawami. Indeed, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in illustrating to us the value of time, he said to us that we should be conscious and consistent
with any good act, no matter how small that act of worship may be. And this shows us the intensity of how we need to value time as Muslims. That's why we need to engage in good deeds and be consistent upon them, so that that particular time will be useful to us in our lives in the year of abin ban sha'awa game da wannan addini zamu ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama game da lokaci yana buga mana misali yana cewa musulmi ya kamata ya soma aiki da sauri idan shago gare ka ka tabbatar cewa ka zo ka bude bayan sallar asubahi ka bude shi ka ci gaba da kasuwanci maimakon ka kwanta kana kwana sai rana ya fito sannan ka zo shago wannan duka addinin musulunci annabi Muhammad ya gaya mana yace ka tashi da sauri ka tafiyar da aikinka da sauri wata rana annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shigo da na essa ya same ta tana bacci sai ya sa kafa ya tunkuɗe ta yace tashi ki tarbi azzikin Allah mana wannan duka yana nuna mana lokaci ashe wannan lokaci shine Allah ya azabe ce mata lokaci kenan da mala'iku ko kace Allah yake umartan mala'iku su raba arziki to kai ka sauka kana kwana ka take lokaci sai ka ce baka da kuɗi ka bude shago ba zo an saya ba baka bi ka'idan addinin musulunci bane ya kamata ku iya gane haka ne indeed what is most fascinating about Islam is how precise the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam affect our daily lives. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was reported to have said that as Muslims, we should be on time very early when we are to operate any of our workplace. This shows you how important it is. And again, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was once in the house whereby he saw one of his children sleeping, and he woke him up that he should go out there and seek for the bounty of Allah upon himself. Italian. So that he should be wary of time and the value of it. Italian, Anna Fatima. And she is Lady Fatima. Ya mu bayan Allah annabi na ce muna Allah ka sa albarka a cikin jujjufi na al'umma na mana tashi da sauri Allah ka sa albarka a ciki amma ashe koma bayan haka annabi bai addu'an wannan ba Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said a prayer to everyone who is industrious that Allah bless anyone who is industrious. And that who is not industrious, he didn't say any prayer upon that person. Meaning, he wants us to be industrious and not to be lazy. To Allah ya muna rahma, Allah ya yi rahma, akan mu baki daya, Allah Ubangiji kuma ya tabbatar mu akan lokaci mu dinga kulawa da shi. Ya mu bayan Allah mu dinga kulawa da lokaci, domin lokaci tsada gare shi. Lokaci tsada gare shi. Duk wani abin da lokaci in ya bace maka ba za ka samu mayar da shi ba komai in ya wuce ka samu mayar da shi amma lokaci in ya wuce ba za ka samu mayar da shi ba O servants of Allah, let's take note on the importance to value time, and that whatever you lose in life you can regain it, but whenever time elapses you can never regain it again. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وعاسينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بكرمك يا أكرم الأكرمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله تعالى وإياكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hey, you want to say?
Come on.